بسم الله. ابدا منين ولا منين يا لولو؟ لولو جبت لك الغدا. ربنا يخليك ليا يا حمودي يا مريحني دايما. 5 دقايق واعمل السلطه واسخن العيش بس. ايه ده؟ فاجئت يا لولو صح؟ جبت لك كوارع. بصراحه لولو السمك ده احنا زهقنا منه، اما اكله الكوارع دي وحشتني ما كناش من زمان. يا فرحتي، وانا اللي قلت هرتاح النهارده وما رضيتش اعمل رز جنب السمك وقلت هناكله بالعيش، تقوم تجيب لي كوارع. اهدي يا لولو وانا هساعدك. شويه كوارع بالدمعه ومعاهم بقى شويه فته بالخل والتوم، ياه، ونسقسق عليهم كده بشويه دمعه. مكتوب عليك الشقه يا لوزه. أصل أنا مش هخلص النهاردة، قوم يا حبيبي عشان تساعدني وهات الطبق عشان أغسلها. وادي يا ست الحلة أهي. كتر خيرك، حطها بقى على النار وحط فيها حتة زبدة. قلت لك اللي طماطم والجزر والبصل اهو. حطهم يلا في الحله. سم الله. الله ينور عليك. نحط بقى البهارات، لورا وملح وفلفل اسود وكبابه صين. عنك انت يا لولو بقى، انا هقلب لك عشان ما لولو روايح مش تقولي لي سمك. يلا وسع بقى عشان يسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا غطيها بقى يا محمد. رجعت يا لولو. هو احنا لسه بدأنا؟ فاضل قد ايه؟ نص ساعة وهتستوي على طول. انا هعمل بقى الصلصة وانت قطع العيش عشان نحمصه. حط عليك بقى شوية سكر عشان تبقى مسكرة كده ومعسلة. انت لسه يا محمد ما قطعتش العيش، انا خلصت الصلصة. حاضر هقطعه قبل ما تعملي الرز. والله؟ طب على فكرة بقى انت اللي هتعمل الرز. عشان خاطر الكوارع احمل اي حاجة. لولو انا غسلتك الرز ما كنتش قادر، الكوارع دي طلعت صعبة قوي. هو انت عملت حاجة علشان تلحق تتعب يعني؟ بصراحة يا لولو انا ما بعرفش اعمل الرز، اعملي انتي عشان اتعلمه منك. هو انا هسلك معاك؟ حاضر يا حبيبي. تعالى تعالى الحلة، حتة زبدة وشوية زيت، شعرية تبقى أكتر من الرز. ركز معايا. ما أنا مركز أهو. حاضر. التكة بتاعتي بقى في الرز أبو شعرية رشة فلفل أسود بسيط، وبعدين ننزل بالرز ونحط الملح ونفضل نقلب فيه حوالي 2 دقيقة كده. الخطوة دي بقى أنا عارفها، نغطي عليها. خلصت يا لولو؟ خلصت، بس لسه الطشة بس بتاعت الخل والتوم. إيه رأيك في الكوارع؟ بص، حط بقى للطشة شوية زيت وحتة زبدة، شوية توم، ينزل بقى بالخل. أخدت غلوة أهي، وبعدين هنزل عليها بالشوربة. بص بقى الحتة دي هنزل بمعلقة صلصة كده واروح مدخلاها الفرن. سيبيلي بقى المهمة دي يا لولو، انا هدخل الوحش ده الفرن. وانا خلاص اخر حاجة وهرص الفتة. خدت كبشة شوربة من بتاعة الكوارع على الصلصة واديها غلوة. نرص بقى الفتة، وبعدين ننزل بقى بكبشتين ايه؟ طشة. ونغطي عليه. لولو حط لي كوبايه شوربه عشان ما عدتش قادر. يا ابني انت على طول جعان، اصبر عشان تعرف تاكل وما تشبعش. احط بس الرز على الفتة. بسم الله. اللهم صل على النبي، وانا كمان جبت لك مخلل. لا تسلم ايدك. اديني خلصت يا سيدي. ابدا منين ولا منين يا لولو؟ الله،
الله على الكوارع جامدة. تسلم ايدك يا نور، مش تقولي لي سمك. بس السمك اسهل يا اخويا بدل المتعب ده كله. دوقي بس يا لولو وقولي رايك. يعني الاكل بجد عجبك؟ بسم الله. الله، بس ريحته ايه جامده. الله عظمه. ما بيتكلش كده يا لولو، انا هعلمك. بصي دي معلقه صلصه بس من ايدك يا لولو، نادي على العيال بقى عشان ناكل.